اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أشكال الانترفيو، هنتكلم هنا عن أنواع الأسئلة اللي ممكن تتسألك عشان يكون التجهيز أكتر، ولما تفهم نوع السؤال الموجه ليك بتكون الإجابة ساعتها أفضل. النوع الأول والأكتر انتشار هو الأسئلة السلوكية أو behavioral question، وهي إزاي تستخدم سلوكك السابق إن أنت تتحكم في سلوكك المستقبلي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا يقولك لو حصل لك موقف ما هتتصرف إزاي من خلال خبرتك، او كلمني عن مشروع شاركت فيه وازاي هتستفيد منه، وغيره من الاسئلة اللي تربط خبرتك وتصرفك في الماضي بتصرفك في المستقبل المبني على الخبرة دي. تخيل مثلا انك مهندس مدني وسألك في الانترفيو لو حصلت مشكلة في معدة في الموقع اللي انت شغال فيه وده هيأخر زمن التسليم، ازاي انت هتستخدم خبرتك في حل مشكلة زي دي؟ هنا بتكون عرفت الغلط فين وبتحاول تفاديه، او انك قابلت الحل، زي انك تطلب معدة جديدة، او انك تطلب مركز الصيانة، او انك تنقل الشغل في منطقة تانية لحد المعدة ما تتصلح. هنا انت بخبرتك بتقدر تحدد الحل الافضل في المستقبل. النوع التاني وهي اسئلة الحالة case or situational question. الاسئلة دي بتكون متعلقة بتقييم حلك للمشاكل، زي مثلا هتعمل ايه لو معاك عميل غاضب، يعني هتحل المشكلة ازاي وهي مشكلة طارئة انت مش مجهز لها. هنا اهم حاجة انك ما تتوترش وتجاوب بانك هتحتوي الموقف طبعا، وانك هتحاول تمتص غضب العميل بمحاولة ارضائه بانك تقدم له عروض افضل وهكذا يعني. النوع الثالث هي الاسئلة عن السيرة الذاتية او السي في بتاعك. هنا بيسألك عن الحاجات اللي انت كتبها في السي في، علشان كده لازم زي ما قلنا قبل كده تبقى دارس السي في بتاعك كويس جدا وجاهز لأي سؤال فيه، زي مثلا انك كاتب انك بتتكلم انجليش كويس، ساعتها الانترفيو هيتقلب انجليش، او انك مثلا سافرت لفرنسا كتير فساعتها ممكن يبدأ يسألك عن حاجات في فرنسا، محطة القطر في باريس فين، وغيرها من الاسئلة التقنية اللي بتأكد له ان المعلومات اللي في السي في بتاعك كلها صحيحة.